سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الموضوع تاع اليوم راني حابه نهضر عليه على لاباتين. لاباتين هو افضل رانساج على الاطلاق، يعني بديل تاع الشامبو السيلفر. سي نورمال خير منه 1000 فوا. دوك في الفيديو راني جايت لكم، نطلب منكم البنات جام كومونتير، تفعلوا الجرس باش يجوكم كامل جديد ديالي. دوك تك نهضر لكم على لاباتين وشنو هو. بون، لاباتين هو حاجه بروفيسيونيل، يعني ما حاش تلقاوها في لوغيات، يخدموا به بزاف لي صالون اكسبير. يعني ما تروحوش تلقاو هدايا، ما تروحوش يعني تحوسوا ديروا لاباتين بماركه ماشي بروفيسيونيل، فهمتوني؟ وهدايا لاباتين يعتمدوه بزاف صالونات، لاخاطرش دوكا تيك نتيا في الصالون. ناخذ كمثال ديري الوحده لي ماش ولا بالياج، ولا ماشي كي درتي لها لي ماش وبالياج درتي لها غانساج وخرجت، ماشي ما تحبسش هنايا، زيد تعاود تجيك ابخي 2 موا 3 موا ولا 1 موا، يعني مور شهر شهرين، ولا تعاود دير اون باتين هادية، تعاود تحيلها الشعر تاعها. يعني هادية تاني خدموها، يزيدوها في الخدمة تاعهم، ماشي غير سبايغ وديكولوراسيون كولوراسيون ديكولوراسيون، فهمتوني البنات؟ دوكا تيك وشنو هو اون باتين. لا باتين يعني مور ما نديرو كيما قلت لكم لي ماش بالياج، يعني بصفة عامة نديرو ديكولوراسيون. من بعد تحسوا شعركم فيرالكم للاورانج ولا للغو ولا كامل ماشي شباب، واش تروحوا ديروا؟ تروحوا ديروا اون باتين. علاش نروحوا نديروا اون باتين؟ لاخاطرش يشد لكم خير من الشامبو سيلفر. شامبو سيلفر يقدر شعرات يخرجهم الزروقه الخضوره، يقدر يبيضهم بزاف، يقدر ينجح لك يطفي لك كامل اللون، فهمتوني؟ لي ما شافتش الفيديو الطريقه الصحيحه تاع استعمال شامبو سيلفر، راني دايره عليها فيديو باللي ديتاي. باتين كيما كنت نقول لكم على العكس، العكس الباتين يصفي لك اللون ويشد لك اطول المده، ماشي كيما الشامبو سيلفر بعد سمانه ولا 10 ايام يعاود يروح لك ويعاود يبان لك هذاك الاورانج اللي كان في شعرك، فهمتوني؟ لاباتين هو سبيغا. دوك نحط لكم، هي لوريال ديالايت، هذه هي سبيغا، متواجده في الجزائر البنات، ما تقولوليش ما كاشها اسمها، مستحيل. انايا الحانوت اللي ندخلو تاع كوزميتيك اللي يكون يبيع غير سبايغ والماكياج وهذوما، ماشي تروحوا لي عند حانوت اللي فليكسي ولا يبيع لك شويه سبايغ ولا نو، لازم يكون كوزميتيك بروفيسيونيل، يعني يعرف هذوما سبايغ، يجيب بزاف سبايغ منهم تاع لوريال تلقاوها عنده. دير 110000 سي نورمال، لوريال بروفيسيونيل مي تستاهل سومتها. دوك نقول لكم كيفاش تخدموا بها هذه لوريال ديالايت. كي تروحوا للميشي تاعها الكتالوج تاع سبيغا تلقاو فيها شحال من كولور، مي انايا نهضر لكم غير على لي كولور اللي يخرجوا لك في البلون. دوك انت راكي دايره لي ماش، ما تروحيش ترجعيه ماغون ولا، فهمتوني؟ يعني الا حبيتي ترجعيه ماغون ولا هذيك سهله، مي الا حبيتي تزيدي تبيضيه تخرجي لون شباب، تخرجي يعني ان بون بلاتين كما يقولوا بالطبع والشان، هذاك اللي راح نهضر لكم عليه. كما قلت لكم تخيروا نتوما الارقام، كاين زعما نقولوا 10.12 واش معناتها الان سوندري دو ايريزي، تخيروا زعما نقولوا 10.13 الان هو السوندري، 3 هو الدوري، حبي يقول يخرج لك ان بلون بلاتين، 10 بلون بلاتين على رمادي، حبي يقول مطفي فيه شويه لمعه ذهبيه، هكذا لازم تعرفوا تخيروا. زعما نقولوا خيرتوا رقم 9.02 هكذا، 9 اللي هو بلون تري كلير، الغفلي الاولاني اللي يبان لك صفر هو طبيعي ما حيبان لك حتى غفلي، على الغفلي الدوزيام الرقم الثانوي اللي هو رقم 2 على ايغيزي، يعني بنفسجي شويه هكا يبينهولك على بنفسجي، فهمتوني؟ دوك هادوما الارقام كامل راني شرحتهم في لي فيديو القدام تاعي كي تولوا للقدم، كنت شرحه بورقه وستيلو، اللي ما تعرفش هادوما الارقام
الارقام العالميه راني شرحتهم وتولي بروفيسيونيل فيهم. هذا هو يعني بصفه عامه لا باتين تاع لوريال ديالايت. تروحوا تخيروا صبغه اللي حبيتوها، من بعد تخيروا الاكسيدون. الاكسيدون هي من المستحسن 20 فوليوم بلا ما تروحي ل 30 فوليوم. تروحي ل 20 فوليوم لخاطر كي دايره ديجا ديكولوراسيون، يعني يزيد يبين لك غير هذا اللون، ما تحقيش اكسيدون عالي بزاف. الا استعملتي 30 فوليوم نورمال ما فيهاش حرج، مي تقدري تستعملي معاه 20 فوليوم هكذا. نفس الصبغه قد الصبغه قد الاكسيدون. من بعد تروحوا طريقه الاستعمال كيفاش راكم خلطتوا الصبغه بعد ما خيرتوه واش حبيتوا تستعملوا مع الاكسيدون اللي خيرتوه. دوكا تيك نتوما درتوا ليماش الوحده، تقدروا تنشفوا لها ليماش فوق البوني وتستعملوها كوم غانساج ميت بصبيغه، تصبغوا لها وتخلوها نص ساعه، فهمتوني هكذا. يعني شعر اوميد راهو رطب بالماء، يعني ماشي ناشف كامل، ماشي مشمخ يقطر بالماء. ولا راكي انت في الدار درتي لي ماش ابخي ان موا ولا بعد شهر شعرك كامل ما راهوش شباب، لا كولور تاعو ماشي شابه، تروحي تستعملي هذه الطريقه. تروحي ديري تصبغي شعرك، تخلطي تخيري سبيغا تاع لوريال ديالايت، تخيريها مع اوكسيدون 20 فوليوم ولا 30 فوليوم، من بعد تخلطيهم وتروحي تستعملي كصبغه عاديه في شعرك، ويرجع لك شعرك روعه وشباب وحاجه بروفيسيونيل اللي ما تندميش عليها وما تحلكش بالوقت وتشد لك اطول مده. هذا ينصح به بزاف 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 بزاف. ودائما نقول لكم كي تخدموا بماركات عالميه ماشي كيما تخدمي بلوغيات يعني تمتم تحول وتفيري لك لا كولور ولا، فهمتوني البنات. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه. الى الملتقى في فيديو واحد اخر، والسلام عليكم.